وللمزيد ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أسعد الزعبي. أهلا بك سيادة العميد. بماذا يمكن تفسير التحرك الأمريكي السريع للرد على قصف النظام؟ هل هو حبا بقصد؟ بالتأكيد لا شك أن التحرك الأمريكي جاء نتيجة الحفاظ على المصالح الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها قصد أو أدوات العمل التي تعتمد عليها، فقصد أحد الأدوات الرخيصة التي تستثمرها، وبالتالي هي ما يهمها هي المصالح، لأن قوات النظام التي حاولت التقدم باتجاه شرقي نهر الفرات لم تقصد قصد أو غيرها، إنما قصدت الوصول إلى حقل النفط كونيكو المشهورة أو حقل الغاز يعني. وبالتالي القضية تتعلق في الرد الأمريكي حفاظا على مصالحها، وهذه ليست المرة الأولى بالمناسبة يعني. كانت هناك المرة الأولى قبل حوالي شهور عندما أسقطت الطائرات الأمريكية طائرة من النظام في نفس الموقع الذي كان فيه قوات روسية وقوات إيرانية. وبالتالي إذا يعني ما نسمعه عن تهديدات وتبادل الاتهامات ما بين روسيا وأمريكا هذا متفق عليه، لأنهما أنشأ غرفة للترابط الجوي، وبالتالي هناك تنسيق طيب جوي كامل سيادة بينهما. العميد، نعم، هناك تنسيق جوي في ذات السياق النظام رد على خجل وقال إن قوات شعبية تعرضت لقصف من التحالف الدولي، في حين روسيا لا تزال مدرجة في خانة الصامتين. ما هو تعليقك؟ يعني لا شك أن الجميع يعلم تماما أن ما تقوم به روسيا وأمريكا بالمساعدات هنا أو هناك هي عبارة عن لعب دولية يستخدمون يعني الضعيف او يستخدمون هذه الادوات. يعني روسيا تستخدم النظام او تستخدم حزب الله او تستخدم ايران، كذلك الامر ايضا الولايات المتحده الامريكيه تستخدم تنظيم الارهابي. اذا القضيه قضيه استخدام لهذه الادوات الرخيصه التي تعمل لصالح تامين مصالح الدول الكبرى، وبالتالي ما نسمعه عن يعني احتجازات هنا وهناك عباره عن لعبه سياسيه. لكن هناك شيء مهم جدا اولا، وهو ان روسيا حاليا روسيا تشعر بنوع من الحرج في العالم لضعفها في استثمار مؤتمر سوتشي، لضعفها في الضغط على الشعب السوري للقبول بشروطها، لانها ظهرت امام العالم وكانها يعني قد تخلت على الاكراد مقابل تامين مصالحها. يعني اذا هذه الهفوات الاقتصاديه السياسيه التي تمر هنا وهناك بين الفينه والفينه بين هذه الدول، اعتقد كان من المفترض ان يعيها تماما تلك الادوات الرخيصه التي تستثمرها، لكن لا يعيها طيب تماما. سياده العميد، اذا ما اعتمرنا كلامك السابق، رساله من روسيا، ما هي الرساله التي تريد امريكا توجيهها من هذا الاستهداف، ويعني وهي التي كانت تتحدث عن تحرك اذا ما استخدم نظام غاز السارين؟ لا شك ان يعني الرساله الامريكيه رساله واضحه، الولايات المتحده الامريكيه هي قائده للعالم، وبالتالي لن تسمح لاحد بالاعتداء على مصالحها ولا تسمح لاحد بالتمادي عليها اينما كان، حتى لو كان روسيا او مدعوم من الجانب الروسي. وبالتالي يعني هذه الضغوط على النظام اصبح واضح تماما ان هناك حل لابد ان يقع في سوريا، وبالتالي ان كانت روسيا عاجزه ان تضغط على النظام فالولايات المتحده الامريكيه قادره ان تضغط، سواء بتوجيه ضربات بشكل مباشر على قوات النظام او على من يدعم النظام، قوات ايرانيه وحزب الله، او عن طريق الامم المتحده باستخدام ملف الكيماوي، باستخدام ملف التهجير، باستخدام ملف الجرائم الاعتقالات التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين. اذا كثير من الملفات تستطيع الولايات المتحده الامريكيه استثمارها بشكل جيد، ولكن الرساله الاهم الا وهي كانت للنظام انه يجب ان يعني تعود الى الشرعيه الدوليه وتستوعب قرارات مجلس الامن لتنفذ مضمونها، وايضا رساله لروسيا تماما انهم اذا كنتم انتم عاجزين، وهذا اظهر حقيقه العجز الروسي كما اظهر القياده الاساسيه للولايات المتحده الامريكيه في العالم. اشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري والاستراتيجي العميد اسعد الزعبي، كنت معي من الرياض.